طبعا الله سبحانه وتعالى يقول هنا يا أيها الناس. الناس سبحان الله كلمة الناس هذه عامة، فمن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام تكاثر الناس في الأرض إلى أن تقوم الساعة. ولكن هنا وصية من الله سبحانه وتعالى يقول لنا يا أيها الناس جميعا اتقوا ربكم، اتقوا ربكم. الوصية بحيث أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وخلقهم لعبادة سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال لهم اتقوا ربكم، اتقوا ربكم أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. طيب كيف تكون الوقاية هذه؟ كيف اتقي الله؟ الحين لما تشوف واحد مثلا طايح له في معصية ولا طايح له في شيء تقول يا أخي اتق الله، اتق الله، اتقي ربك، عيب عليك، المعصية هذه ترى توديك النار. ايش معنى اتق الله؟ اي يجعل الانسان بينه وبين العذاب وقاية، ويعبد الله سبحانه وتعالى كذلك كأنما يراه. هذه اعلى مرتبة من مراتب ايش؟ الدين، وهي الاحسان، بفعل ما أمر الله عز وجل وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. ألا إنما التقوى هو العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والكرم. والله سبحانه وتعالى ينادي المتقين قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، يبشرهم هنا ولا هم يحزنون، إيش الذين إيش آمنوا وكانوا يتقون. والله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. قال بعد ذلك اتقوا ربكم، قال الذي خلقكم من نفس واحدة أبونا آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها حواء عليه السلام، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث في الأرض، جعل هذا هنا شرق الأرض وهذا غرب الأرض وهذا في شمال الأرض وهذا في جنوب الأرض. لو أن الله عز وجل جعلنا كلنا في مكان واحد في الأرض إيش كان يصير يا شيخ؟ زحمة يقول. لكن الله عز وجل بث الناس في الأرض، هذا الرجل هنا وهذه هنا وهذا رزقه هنا، هذا مثلا في الشرقية وهذا في الغربية وهذا في غرب آسيا وهذا في شرق آسيا. إذن بث منهما رجالا كثيرا ونساء، ونساء. ثم قال واتقوا الله، شوف هنا أيضا يؤكد الله عز وجل الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله الذي سوف يسألكم يوم القيامة بأيضا صلة الرحم والأرحام. قال إن الله كان عليكم رقيبا، هنا رقيب عليكم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ما دام أن الله عز وجل علي رقيب وعلي حسيب، فأعبد الله عز وجل على علم وبصيرة، وأعبد الله كأنما أراه حتى يدخلني الجنة وينجينا وياكم من النار. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا وأن يتقبل منا ومنكم. بارك الله فيك، سلمك الله. تضيف يا أبو محمد ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الأخ جاسم تكلم عن بداية السورة ويا أيها الناس اتقوا ربكم. أنا بتكلم عن موضوع قد يكون حساسا شوي في الآيات، والله سبحانه وتعالى في آخر السورة قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى في أكل أموال اليتامى. وهنا قال بيّن الله سبحانه وتعالى حرص القرآن على مال اليتيم. هذا مال اليتيم معروف، اللي مات أبوه وعنده مال ويتولى إما عمه وإما خاله وإما أحد يتولى المال، الله سبحانه وتعالى جعل ضابط لهذا المال الذي لليتيم، وجعل كيف يعود مال اليتيم إليه. وأيضا في حالة قضية مهمة جدا، أحيانا الإنسان الذي يضبط مال اليتيم قد يحتاج،
ويرى هذا المال أمامه، فالله سبحانه وتعالى جعل ضوابط لهذا المال. القضية مي بني باخذ ماله أباخذه من الرياض وبوديه له في جدة، لا، هو سيبقى معي مدة طويلة وسيكون سنوات. حتى الله سبحانه وتعالى، شوف البلاغ القرآني، قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم. هذه كلمة دقيقة وبلاغية تحتاج توضحها بأمثلة كثيرة جدا. كيف نحس أن هذا اليتيم بلغ؟ الله سبحانه قال بلغت، ما حدد قال وعمره 15 أو بلغ كذا، لا، الله قال آنستم منهم رشدا. الرشد هذا وشه؟ الرشد هو مبلغ الرجال، مبلغ التصرف، الإحساس أن هذا إذا أخذ المال يحسن التصرف فيه، النضج العقلي، إيه، عاقل في التصرف، عاقل في الصرف. بعض الناس قد سبحان الله، الله يهب مال وتأتيه بعد فترة لا تجد منه شيء عليه، لأنه إنسان مسرف. وسبحان الله، شرح المال في الأنفس موجود ترى، مع اليتيم ومع غير اليتيم، ولهذا الاعتدال. ولهذا سبحان الله، من حكم الله سبحانه وتعالى أن لما جعل فقيرا ومسكينا جعل هناك أناسا يتولون أن يعطون أموالهم. يا أخوان، الزكاة إذا كانت عند إنسان 10,000 ريال وأعطاها فقير، الفقير هذا لا يحسن التصرف في المال، من حكمة الله سبحانه وتعالى إنما جعله فقير لا يحسن التصرف في المال. لو أعطيت 10,000 وجيت بكرة انتهت كلها. ولهذا الذي يتولى صرف أموال الزكاة يعطي الفقير ويعطي المسكين ويعطي الغارم ويعطي بحكمة. فكذلك اليتيم، اليتيم المال الذي معنا له ننميه ونجعله في الأحسن، فإذا بلغ خلاص. والله سبحانه شوف حماية المال، قال فإن آنستم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قطع دابر النزاع، قال وأشهدوا عليهم. يعني أنا أعطيتك مالك، عمك كان ماخذ مالك، فإذا دفعوا عليك، السنة والأفضل أن يعلم من هو قريبين منك أن هذا المال قد دفع إلى هذا اليتيم، وانتهت وصايتي عليه وانتهت وكالتي عليه ورعايتي له، يعرفون الناس. لأن متى؟ بعد فترة وبعد أيام وبعد سنوات قد تأتي آفة على هالمال، فيقولون الناس هذا عمه ماسك المال وهو كبير وضيع، قال لا عمه أنا ما ضيعته، أنتم تذكرون قبل كم سنة أني أعطيته مال وأشهدتكم، فتقطع دابر النزاع والخلاف. ولهذا هذا حكمة التشريع هنا في الآية، في قضية حماية المال أول شيء، ثم دفع المال إليه، والله جعلها ضابط. قال فإن أحسنت آنستم، فإذا آنست فيه التصرف في المال فيدفع إليه ماله ويترك إليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. والحديث طويل في قضية المال وتنمية المال، وإذا احتاج إلى المال مواضيع واسعة، لكن لما جاءت زال خير تكلم عنها الآية هذه، فحسن أن نشير لهذا الأمر. بارك الله فيك، تسلم أبو محمد، جزاك الله، الله يرحمك. طبعا أنا أتصور الموضوع حتى أشمل الآن في بيوتنا مع العيال والبنات، شلون الواحد يتعامل مع الابن والبنت في موضوع المال. أحيانا تقدر تسوي لها زي البالون اختبار، ولا اختبار معين على مبلغ معين، ترى مبلغ الفسحة من صغره يربيه على جوانب من هذه، شلون كم بقيت وكم أخذت وكم تحتاج وكم بترجع وكم حفظت وهكذا يعني. ولا لا أبو هادي؟ لا، أبوه هم موجودين وهي مشكلة، لكن يتيم وهو مو مالي. أي نعم، أي نعم، عندي سبحان الله. أبو عمر من خلاص المصطلح ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سبحان الله، بعض المفردات تجيك في نص الآية كأنها تعطيك إضاءة تكشف لك معنى الآية، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، هنا يقول إيش عن المال قياما، فكأن سبحان الله الكعبة جعلت قياما لإداء شعار التعبدية على مر التاريخ. لذلك لا يوجد تعبد يقع في بقعة واحدة في زمن واحد مثل ما يكون في الكعبة يوم النحر مثلا، وكذلك هذا المال قياما. لذلك نحن مأمورون بالذكاء المالي، دورة التدريب للذكاء المالي وكذا وكذا. لكني أريد أن أقفز معلش وإن قدمت المشاركة أبو عمر إلى قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. سبحان الله، هذه الكلمة تنسف كثير من العنصريات والتعالي بين الناس وقضية الطبقيات وقضية الاعتلاء. أذكر مرة أن في رحلة التهامة أيام الشتاء يا أبو زياد،
وخدت معي كتاب مالكوم إكس، المناضل الأمريكي اللي الأسود الذي ناضل ضد الرق. طبعا كان في رق في أمريكا، هو وصل لدرجة أن يرى الشيطان أنه الرجل أبيض من شدة ما جاء نوع من الكبت للرجل الأسود في أمريكا في الفترات السابقة، حتى إلى الآن لا زال فيه. فوصل لدرجة مع، طبعا هو مر بثلاث مراحل، قصته طويلة جدا، لكن كل مؤلفاته هي ضد العنصرية وضد قضية الرجل الأبيض. ما مصدق أن الرجل الأبيض هذا يطلع من خير، يرى أنه هو الشيطان وجهان لعملة واحد. سبحان الله، أخذت الكتاب معي، جلست أقرأ أقرأ أقرأ، وأنا طبعا حديث عهد بالسيرة النبوية، وأحيانا الكتاب مثل هذا الكتاب هي مرآة عاكسة يسطع لك أضواء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لترى الجمال والروعة. والله أني أذكر يا أخوان أنه في الطعس مصبحيننا بقرصي ما شاء الله، طبعا خبيرنا بالقرص، إيه أذكر بالضبط يوم انتهيت من الكتاب وأنا قفله وأنا لا أتخيل إلا ومشهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في فتح مكة ومعه الأسمران، هكذا لفظة بعض من كتب في السيرة، أسامة بن زيد وبلال. ويوم دخل مكة فاتحا، الحكم الآن لله سبحانه وتعالى والقائد هو النبي صلى الله عليه وسلم، أدخل معه الأسمرين، ثم لما فتحت الكعبة أدخل معه هذان الرجلين أمام من؟ أمام مرأة من صناديد قريش، رسالة واضحة إلى أن الدين هذا دين جديد وجميل ما فيه التمييز. ثم بعد أن خرج قرأ آية، يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقى، قالها بعد أن خرج من باب الكعبة أمام مرأة من الناس بعد أن استتب له الحكم واستتبت له السيادة. ثم قال لبلال اصعد وين؟ حتى أن عتاب بن أسيد قبل أن يسلم قال قد أحسن الله لأبي جهل وفلان إذ ماتوا ما رأوا هذا المشهد، مو متحمل بلال يصعد على هذا المشهد سبحان الله. هذه رسالة كانت لكفار قريش. مالكوم إكس ما استطاع أن يتخلص من هذه العقدة، لين جاء في اليوم قال بحج، فزعت الواحد من خواته، ما بخ أخت فجاء وجاء لهم موقف في جدة ما كان معه أوراق، ثم علم به الملك فيصل رحمة الله عليه وجعله على ضيافته، دخل إلى الحرم بلباس الحج، لا يوجد تمايز تحت لباس الحج. هنا تغيرت النظرة كليا وعلم أن الإسلام الذي فهمه، لأن طبعا هو مر دخل في جماعة على غير منهج الإسلام، فلما جاء ورأى هذا المشهد الذي يجعل فيه الإحرام كل الناس سواسية واحدة، رجع وأول ما استقبلوه في المطار طبعا كان يطارد من الصحافة، قال له هناك من الرجال البيض منهم على طيبة وأخلاق وكذا، قلبت له الحج المشهد. فسبحان الله، عندما يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، تذكر أنك من آدم وآدم، ولا يعني قضية أنك تهتم بالنسب لكن لا تعتلي على أحد. هذه رسالة تسلم أبو سلمان، لفتها طيبة جزاك الله خير، وله كلام ممتد حتى في موضوع الحج وتفصيل اللي رأى الحجاج اللي هو مالكوم إكس في طواف الكعبة وألوان الناس وأشياءهم اللي كان يشاهدها سبحان الله، حتى الكلام المؤثر اللي يبغى يقرأ في تحديدا في الحج يعني، لكن تذكير طيب منك يا أبو سلمان بارك الله فيك. أبو هادي أنا لازم بسأل سؤال اللي عندي هذا حق، قلت لك شلون تتعامل مع الأبناء والبنات في البيت؟ الله يستر أمرك. هو قبل التعامل الوجه اللي قرأه الشيخ صورة النساء غلبها حق وحقوق وتثبيت حقوق وترسيخ الحقوق والمحافظة على الحقوق، فلذلك عندما تقرأ هذا الوجه من نفس واحدة واليتامى والنكاح الزواج مثنى وثلاثة وربع، تشوف المرة تقرأ ذي تشوف حقوق اليتامى ما شاء الله، يا ذي تشوف الصورة اسمها النساء، لين تجي عند مثنى وثلاث وربع هم تكره كل شيء وتبدأ تقدح في الشرع ويمكن توصل إلى درجة الكفر علشان المثنى والثلاث. طيب شوف اللي فوقها من الآيات وشوف اللي تحتها من الآيات، كلها حق اللش وحفظ حقوق، لأن هذا الوجه وجه حقوق، فالزواج والتعدد حفظا لحقش أنت يا مرة
خير لش أنت يا مرة، لأن قد تنشغلين بالأولاد فتعذبين يوم القيامة بانشغالش بالأولاد عن الزوج، قد تنشغلين بالبيت بكثرة شغلات البيت بالأمور بما تصاب المرأة من الدورة ومن التعب ومن الذا، فما تقوم بحقوق الزوج. وحقوق الزوج الله سبحانه وتعالى اللي شرعها، والرسول صلى الله عليه وسلم اللي وضعها، ولن تدخل الجنة إلا برضا زوجها. وأطاعت زوجها دخلت أبواب الجنة من أي أبواب من أي باب شاءت، إذا طاعت زوجها بعد أن حفظت الأربعة الأمور الأول. فلذلك كم سمعنا من حريم تزوج عليهم أزواجهم وتقول الله يجزاه خير، صدق إنها توجع، وهذه غريزة وغيرة، ولا نلوم النساء، لكن تقول بعد مدة اكتشفت إنه خير. إذا راح عند ضرتي سنعت البيت، رتبته، نظفته، شفت دراسة أولادي، شفت واجبات أولادي، سنعت الأمور، فإذا جاء في اليوم اللي أنا فيه ملاني جاهزة ومتفرغت له، وله متفرغت لعبادتها، لأن عبادتها الحقيقية في حسنها، حسن عشرتها لزوجها. فالموضوع أن هذه الصورة صورة حقوق، ومن أفضل الحقوق اللي تقيد آخر ما قرأ الشيخ فأشهدوا. شوف أكثر المشاكل الآن، وأكثر قطيعة الأرحام، وأكثر التنازع، وأكثر المشاكل خاصة بين الأخوان من أم وأبو، إنهم ما أشهدوا. يا سلام. صحيح. وإنهم ما كتبوا. عدم الكتابة. يا أخي بينك وبين أخوك شيء، ولا ورث ولا بيع ولا شراء، خل الأخوة على جنب، خل عمي على جنب، خل خالي على جنب، خل ولد عمي، خل صديقي، خل زميلي، خل رئيسي، خل المرؤوس، لا اكتبوا اشهدوا. والله وبالله وتالله، والله على ما اقول شهيد، اني دخلت في موضوع اصلاح اسرة 32 سنة متقاطعين، ورثهم بالملايين، ورثهم بالملايين، لهم مركز، ما بنقول مدينة، اصغر من المدينة، لهم للاسرة هذه موقفة على عروشها. مات 4 رجال وثلاث بنات ما تهنوا بهذا الورث. لا اله الا الله. في القطيع. والسبب، بداية السبب، ان واحد من الاخوان الكبار اشترى مزرعة من ابوه عاد حي، وابوه شيخ فاضل وله قراءات في حتى في اليوتيوب، يوم اشترى ما كتب، اخوانه موجودين وقدهم كبار ومتزوجين، يوم اشترى المزرعة، المزرعة فيها نخل، وهي تعتبر المزرعة الوحيدة اللي في بلاد أبوه المثمرة، شراها واتفق هو أبوه، اتفقوا على أنها الظاهر 60,000. بعدها بفترة مات الأب، الرجل مشتري. بعد ما مات الأب وخلصوا العزاء 3 أيام، الرجال كان حريص على المزرعة، قام ودفع 60,000 وقسمها على الأولاد الموجودين وعطى كل واحد وخذ سند، إلا 2 من الأولاد قالوا لا خلاص مات أبوي وهذه باقي تدخل في التوزيع. يقول أنا مشتريها وأبوي بايعها واتفقنا بالفلوس، ويعيون وينشبونها حول 31 سنة متقاطعين والفلوس، والله أنهم في دداس خرد، وأن الأولاد ما هم متوظفين، ومليارات مجمدة، وكلها بسبب هذا النزاع لأنهم ما كتب. فلذلك اكتب اشهد. الله سبحانه وتعالى يقول حتى لو كان صغير، مبلغ يسير، يا أخي اكتب وشهد والموضوع. صحيح. وكم سمعنا من ناس انها نسي، والإنسان ينسى، يقول ما عطيتني شيء، ما بعتني شيء. إذا كان ما عندك أوراق ما تثبت، حتى الآن في مسألة المطالبات المالية ما عندك شيء يثبت، ها اضرب الدعق الله يستر عليه. ما في أجمل من الشرع الكريم، ثبت واكتب وانتهى الأمر. يعني هذه الصورة كلها حقوق. فلذلك من تتبع القرآن وتمسك بالقرآن والله ما يحصل إلا خير، لا مرة ولا رجال، وسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. بارك مسألة الله. التربية رب أولادك على القرآن، جزاك الله، خلهم مع القرآن، في القرآن، في حلق القرآن. وأمس نتكلم أنا واحد من الشباب، كان فيه شباب في الحج هم اللي ماسكين اللجنات الثقافية والتفويج وذا، يقول والله كلهم، طبعا هم كبار الحين، يقولون كلهم هذول اللي كانوا في
المشاعر وبخدمة ذا إن كانوا كلهم في حلقات القرآن وإن كنت أعلمهم في حلقات زيد. ما شاء الله. فلذلك القرآن ما يظهر إلا خير. الحمد لله، بارك الله فيك. مشاهدي الكرام وإياكم نأخذ فاصل ثم نعود.